السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت ممكن تعمل من خلاله فيديوهات كتيرة جدا، ممكن تعمل شخصية وهمية وتخليه يتكلم وتديله بعض التكست ويبدأ يتكلم ويحرك الشفايف بتاعته والرأس حسب الكلام اللي مكتوب. تقدر تختار شخصيات كتيرة جدا ويبدأ ان هو بيعمل دبلجة للكلام اللي انت كاتبه، ولكن مثلا كاتبه بالعربي او بالانجليزي، هو يبدأ ان هو يعمل لك دبلجة ل 140 لغة. فانت هتعمل الفيديو مرة واحدة، تبذل فيه شوية جهد، تكتبه حلو بالعربي ويطلع لك 140 فيديو. كل فيديو في يوم تقدر ترفعه على اليوتيوب او انستجرام او اي موقع انت عايزه. كل اللي عليك ان انت تقول له انا عايز ابدأ دلوقتي، وتبدأ تديله التكست. التكست حتى ممكن تجيبه من اي موقع من المواقع اللي بتكتب، زي مثلا شات جي بي تي او كذا. ممكن مثلا نختار الشخص دوت اهو، في شخصيات كتيرة. بعد ما اخترنا هنبدأ بقى نديله اللغة. مثلا عندك لغات كتيرة، منهم الألبانية الأمهرية وهكذا. طيب بعد كده هتبدأ تديله معاينة للكلام، وحط خلفية اللي انت عايزها، ولكن مثلا الخلفية ديت زي ما انت عايز. طيب تعال بقى نشوف اللغة اللي انت عايزها. في عربية هيت، انا اختار طبعا عربية، مثلا خلينا السعودية مش مشكلة. اكتب بقى اللي انت عايزه. مرحبا بك، كيف الحال؟ هذه نشرة الاخبار زي ما انت عايز. ممكن تسرع الكلام، ممكن تظبط النغمة. وممكن تسمي موقع اسمه تشكيل. مرحبا بك، كيف الحال؟ انا اسمي عمرو سليم من مصر. زي ما انت شايف في غلطات، الغلطات دي تصلح ازاي؟ ان انت تخلي في تشكيل، يعني في موقع اسمه شكل لي، فبتبدا تدي له الحاجه وهو يبدا يشكل لك. طبعا خليت صوت راجل عشان الناس بالصوره. مرحبا بك، كيف الحال؟ انا اسمي عمرو سليم من مصر. زي ما قلت لك محتاج ان انت تحط له التشكيل من موقع اسمه شكلني. تمام، ده مدفوع بالصوت ومدفوع بالنص. مدفوع بالصوت هتسجل انت صوتك، لكن هو يعمل له دبلجة وتغيير للصوت لصوت حامد اللي احنا مختارينه دلوقتي، وبعد كده تقدر تعمل له توليد للفيديو.